سابقا في روبيك. لا لا، من اليوم حتشوفني يوميا هنا عندك ان شاء الله. يعني انا قررت نخدم معك. هذا ملف لقايا اصحابي لقطولي شويه فلوس، داروا على خاطري جمعيه. وعلاش اصحابك يلقطولك الفلوس هذه كلها؟ ما تكونش تبي تتجوزوا؟ ايه نبي نتجوز، وهذا الموضوع اللي كنت نبي نفتحك فيه اليوم. شنو هذا؟ جد تلقاهم لوحه في طريق المشروع. هايل ممتاز يا عيني عليك. هاي مسالي الكاميرا الثانية. هاي تعال ورد بالك تنسى ما نبيهاش تبان بكل. هاي جيب السلوم. تقدر تقول لي كيف العقيد أحمد قاعد عايش لتوا؟ للأسف المعلومات اللي وصلتنا كانت مغلوطة. أنت تعرف حجم الإحراج اللي سببتهولي مع مستر جون؟ أنا آسف جدا، والغلطة هذه مش حتكرر تاني. آسفك مش كافي، لازم تصلح غلطك وبسرعة. أوامرك بالخصوص. غدوة قبل المغرب لازم يكون قبل اسم العقيد أحمد في كلمة المرحوم. باسمك السيارة؟ لا لا مش باسمي. باسم منه؟ باسم خالي. أعطيني كم طيب الرخصة. شو اسمك خالك؟ اسماعيل. اسماعيل نجم. والرخصة وين؟ والله يا فندي لسيتها لا في الحوش. افتح افتح هذه السالة افتح. استنى شوي. ايش اسمك؟ سالم. اسمي سالم. برا يا سالم، والمرة الجاية ما تنسى الرخصة. حاضر يا فندي، المرة الجاية مش حننساها ان شاء الله. تفضل. شكرا فندي. السلام عليكم.
ألو أميرة. مروان شن في؟ تعرف الساعة قداش توا؟ إيه نعرف الساعة 2. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ مشكلة إني راقدة. شن في؟ أميرة أنا نحبك. عارفة أنت متصل بي الوقت هذا عشان تقول لي الكلمة هذه؟ أميرة أنا مستعد ندير أي شيء على خاطرك. تعرفي علاش؟ لأني نحبك، ولأني عمري كله عشت محروم من الحب، عشت من غير أبوه، من غير أم، من غير إخوان. تربيت في حوش مش حوشنا، ربوني عائلة صدقة منهم، كنت ديما تشوف أصحابي ونحسد فيهم. تمنيت نقول يا أبوي، يا أمي، يا أختي، يا أخو، زي باقي الناس. أميرة أنت الوحيدة اللي تقدر تعوضيني على الحاجات هذه اللي ما عشتهاش ونبي نعيشها معك. مروان أنت شكلك شارب حاجة، برا أرقد واستريح وما تنساش موعدنا غدوة، أوكي؟ باهي قولي لي إنك تحبيني. مروان برا أرقد واستريح، الوقت متأخر. أميرة قولي لي إني نحبك. يلا يلا باي باي، تصبح على خير. أميرة أميرة يا سلام، أول مرة تنفتح شهيتي على الماكلة زي توا. نورتني يا أخوي. من اليوم أيمن هو اللي حيمسك الحسابات والتنظيم. لكن يا هشام ما فيش لكن، وما نبيش أي اعتراض، واللي نقوله يتنفى الطول. أسمع المصباح، هتسلم كل شيء متعلق بالحسابات والتنظيم لأيمن، وانت تقعد معي في الحراسات. حاضر يا شامخ.
الشباب قدوا يركبوا جهازتي باسم السيارة وهيك هيك بنتحدث في الكنبة. وعلاش ما نركبوش المفجر في السيارة ونختصر الطريق؟ هذاك كان اسمه تو كل واحد بعيد الكاسة عند الجهاز. الساعة قداش بتجي ترفعنا اليوم؟ بعد صلاة العشاء إن شاء الله. مش هيك متأخر هالباء؟ الغالب عندي خدمة ضروري ما نكملها، وبعدين قلت لهم على الموعد قالوا لي باه يوم. تخيري كيف بتقول حاطين لك على وضع هزاز؟ ما خيرني شي يا بوي، جوي زي العسل. وست الحسن والجمال اللي بتخطبها هذه من وين؟ الجهاز هذا خليه عندك. من هنا؟ من هنا يعني من وين؟ شارع 20. وين في شارع 20؟ وعلاش تسأل؟ تمشي معهم ولا كيف؟ لا غير قلت انت ما عندك خدمة انت موصلهم حتى انا. يا ريت والله دي لي حل مش عادي. ريت شارع 20 عمارة الضمان تل دور بالضبط. خيرك يا ابوي شن فيه؟ خيرك انصدمت. لا 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 ما في شيء غير تذكرت موعد ولازم نمشي له. خلاص صرت برا على حالك برا لخدمتك وانا عرفت الامكان طول وصلهم انا. بارك الله فيك. نستاذ انت وانا. غريبة الرجل هذا ما عادش تستغرب منه شيء. عمتي خير هو فال يومين هادو مش على بعضها. ما تاخدش على خاطرك هي زعلانة مني يعني في موضوع بيني وبينها. افطر سلم ولدي كمل فطورك. أهلين أحمد. أهلين أستاذ. قامس. شكراً. تشرب قهوة؟ شكراً بارك الله فيك. شربتها في المكتب قبل ما نجي. شنو هالفيلم اللي درت هذا؟ اضطريت نديرك. الناس هذه مصممة تنحيني من طريقها. ومن هي الناس هذه؟ لو كنت نعرف ما كنت جيتك. شكلي حال. للأسف لا. ولا واحد. والمشكلة أن في عملية اغتيال صارت لي واللي كنت شاك فيه أنه هو وراء الموضوع هو اللي أنقذني. منه؟ الشامخ. الشامخ؟ غريب. المهم اللي جايك بخصوص موضوع تاني. بخصوص شنو؟ بخصوص وزير الداخلية. عندك دخان؟ من امتى وانت تدخن؟ من امس. غيرت قلبي ايمن. زعما اكيد مش انت ايمن اللي عرفناه زمان. شوف واحد تاني واقف قدامي توني. المهم ما فيش اي مشاكل بيناتنا. وعلاش حيكون؟ يعني خصوص التغييرات اللي دارها الشامخ اليوم. لا ما تدورش. انا وانت واحد واللي بيدير الشامخ ننفذوه على طول. حلو الكلام يا مصباح. تو وتيلي روحك وتيلي اربع شباب معك. وين بنمشوا؟ في واحد في الجامعه نبوا نفرحوا به. جهزوا لنا السيارات. السلام عليكم. حرفوز شن حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شن أمورك يا سلومة؟ أموري زي الزفت. خلاص شوي تاني بتلقاني هاش برا البلاد. شن قصة هجرك برا البلاد هذية؟
القصة هذه يسمع بها كل من هب ودب، البلاد كلها عرفت بأنك بتهاجر. دي تعرفني يا فوزي ما نشدش في قلبي واللي في قلبي على لساني. المهم، مال وين مروان؟ توا على جاية. على فكرة صاحبك تغير هلبة. منو مروان؟ شنو تغير فيه؟ هو نفس روتين من صغره. يا ودي حكاية الفلوس هذه اللي نزلوا عليه فجأة حكاية ما خشت ليش دماغ. سيارة جديدة، نقال جديد، طرحات جديدة. يا ودي شريها حتى شقة جديدة. شريها؟ ايه تم فيها خلاص، ودفع حتى عربونها يا اخي. ما نقدرش نحي بشير من منصبه، الوضع حاليا حساس وما نقدرش ندير تغيير زي هذا. يعني بعد اللي قلته لك هذا كله وما زالت بيه يضغط في منصبه؟ انا سمعت منك بس وما سمعتش منه هو. يعني اني كذاب؟ ما فيش حد قال عليك كذاب، لكن الموضوع هذا نحيه من دماغك. بشير مش هيتنحى. هذا خاين، وما دام انت راضي بيه يعني انت مشارك في جريمته. احترم نفسك واعرف انت تتكلم في مني. انا محترم ونعرف كويس انت مني، لكن كلمة الحق نقولها على قطع رقبتي. اسمعني كويس، إذا كنت حساب أن الشامخ ممكن يحميك فأنت غلط. يعني أنت تعرف كويس من هم اللي شادينها وراي. الزيارة انتهت، مع السلامة. لنا لقاء في متأكد قريب جدا. سعاد كيف حالك بايو؟ يا سعاد ليش الجماعة ما ردوش لتوه؟ كانوا باش موافقين يقولوا. لا 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 لا، البينا في عريس تاني جايهم، أنا هذا اللي سمعته. باش متأكد، لكن اليوم حتوصلني المعلومة الأكيد عليه. قالوا لي حتى مواليه رفعهم اليوم. خلاص خلاص، لما نتأكد تو نقول لك. وأنت أسأليهم بالرد في هاليومين وبسرعة. أوكي، سلامات سلامات. يا ويلك يا مروان لو تطلع هي نفس البنت، يا ويلك. شن صار في مصباح؟ كلمت أمس موافق يجي. الباين متردد ما أعطانيش إجابة. حاول معاه تانية، ضروري يكون عندي يا غضوة يا بعد غضوة بالكثير. حاضر يا برنس. شنو الشنطة هذه؟ فلوس البضاعة اللي جبناها. وإحنا جبنا بضاعة؟ حاويات فارغة زي العادة. ربي يطول في عمر هالبلاد ويخليها لنا يا رب. آمين. قاعد اتغدى. صح صح، سبقتك بكري. شنو وراك؟ اسماء المنتسبين جديد للقوة اكثر من 2000 اسم،
شاء الله. رب يزيد ويبارك. تتصور حاجية ونخطو على الجريمة بشكل كامل. الجريمة مش حتنتهي لو السلطة مصرة على استمرارها. التغيير لازم يصير من فوق للوطة مش من اللوطة لفوق. يعني الموضوع مستحيل؟ ما في شيء مستحيل. لازم نخدمه حيجي يوم ونقضوا على الجريمة. ربي يسمع منك. هذا شيء جد تجديد الكوف في طريق المشروع، وكالعادة ما فيش عيبة صمت على جد. العصابة ضربت من جديد معنا درنا أكثر من بوابة أمنية في المنطقة. تخميني يقول هذه مش عصابة. شو بتكون يعني؟ مجرم واحد. معقولة؟ لو كانت عصابة ولنفترض أنهم أكثر من 4 أشخاص كانوا حيرتكبوا غلطة أكيد. مستحيل الأربعة حيلتزموا وما يديروش ولا غلطة. هذا شغل شخص واحد بس. شخص واحد حريص جدا وكتوم جدا وذكي جدا. لكن مهما كان الشخص حريص وذكي لازم حيجيه يوم ويوم. تعرف علاش؟ علاش؟ لأن اللي يسلك من حاجة أكثر من مرة يحسب روحه حيسلك منها كل مرة. لهذا حيولي أقل حرص في كل مرة. زي اللي يتعود ينوض من النوم كل يوم ويلقى روحه عايش. مستحيل يفكر إنه هو حيجيه يوم ويموت. الأول لازم حيجيه يوم ويطيح، والثاني حيجيه يوم ويموت. أكيد ما في جريمة. شددوا البوابات الأمنية وخلوا القنوات تتكلم عن الجرائم هذه بشكل مكثف وبلغوا عن نوع السيارة المخنوبة. حاضر سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تقبل الله. من منك بالدعاء والعمل الصالح. قول لي يا مروان، عندك صاحب تاني دار حادث بسيارة أبوه؟ لا والله، شني كل يوم واحد من صحابي بيدير حادث بسيارة أبوه. غريبة، مالي شنو حكاية السيارة اللي جبتها البارح وتزوق فيها هنايا في الورشة؟ أنا؟ فيش منها الدواء هذي رب؟ متأكد إنها ما فيش منها؟ ايه متأكد. مال هذا شنو؟
قول لي صرحني، شن حكاية السيارات اللي تجيب فيهم هذا مايع قبل الليل في الورشة؟ شن حكاية السيارات اللي تزوق فيهم هنايا؟ اتكلم قول، سمعني صوتك، دافع عن نفسك، اتكلم. إلى أخبارنا الوطنية، حيث سجلت ليلة أمس حالة قتل جديدة في تاريخ المشروع، حيث وجدت جثة المواطن إسماعيل نجم البالغ من العمر 55 عاما ملقاة في إحدى المزارع بعد أن قام القاتل بإلقائه وسرقة سيارته كيا سوداء اللون وشنطة فيها ما يقارب 100,000 دينار. إلى أخبارنا العالمية، حيث أعلنت على اشياء مروه. على اشياء موتي، على اشياء بركب الكاميرات يا موتي. ما كنت عايش وما تدري على شيء. ولدك مين بيربيه تو يا موسي؟ من بيربيه؟ على هاشي موسي، على هاشي موسي، سامحني يا موسي، سامحني، على هاشي موسي، على هاشي موسي. ما شاء الله ما شاء الله، وين الاهتمام هذا كله؟ وين؟ ايه طبعا بنهتم، امال شيني؟ هو كل يوم انا بنخطب. وعلاش ما لبستيش القفطان هذا المره اللي فاتت لما قلت لك البسيه؟ الديناصور هذا كان لبس له فراشيه وحرام فيه. باهي باهي، يلا سجدي روحك، الناس اللي جايه راهو ها اهو وصلوا. رتي انا بنمشي نستقبلهم، وانت نص ساعه وخشي بصفره العصير. ها يلا. أهلين بكم، أنستونا. الله يأنسك. انتي ام مروان؟ لا انا عمتي اللي مربياتها، وهذه بنتي وفاء. ام مروان الله يرحمها توفت وهو مازال صغير. اه اي والله نسيت، قالت لي بنتي اميره الله يرحمها وخلاص. تعيش وتترحمي، هذه حال الدنيا، هم السابقون ونحن اللاحقون. لا يا خويتي، بالنسبه لي يعني ان شاء الله بعد عمر طويل. نسيت نصور صورة ونزلها على الانستغرام، نقهر بها ريتاش.
ألا قولي لي شن يخدم مروان؟ في ورشة. الورشة متاعها؟ لا يشتغل فيها. صبي ورشة يعني. أنستونا أنستونا. الله يأنسك أميرة، شوية وجاية.